بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الجزء العملي الخاص بانظمه التقريض ومانعه الصواعق. هنتكلم عن الايرسينج او الجراوندينج سيستم واللايتنينج سيستم كومبوننت. طبعا انظمه التقريض تستخدم في حمايه المنشآت وحماية الإنسان وحماية المعدات من الشحنات الكهرومغناطيسية، وكذلك تستخدم أنظمة التقريض في تفريغ الشحنات الزائدة من أجسام المعدات إلى الأرض لحمايتها. وطبعا بنحمي الإنسان باستخدام أنظمة التقريض إنه يتسرب إلى جسمه شحنات كهربية، وبنحمي الإنسان من الصواعق الكهربية، بنحمي الإنسان من الصواعق الكهربية بإذن الله باستخدام أنظمة مانعة الصواعق اللايتنينج سيستم. أولا بنبدأ نشوف الرد أو الإيرسينج رد أو بيسموه الكبر رد. ده طبعا عبارة عن قضيب من النحاس ليه أطوال ستاندرد حسب الشركات المصنعة. القضيب ده يا شباب هو اللي احنا بنعمل له الحفرة وبينزل فيه الأرض في الإيرس بيت عشان يعمل عملية توصيل للشحنات الكهرومغناطيسية إلى الأرض من خلال جسم هذا الرد. ثانيا بنستخدم البير كبر تيب. البير كبر تيب لو عملنا فوكس على البير كبر تيب هنلاحظ هنا مكتوب اسم الشركة المصنعة وهنا كبر تيبز. طبعا ده بيخضع للبي اس اي ان 50164 بريتش ستاندرد والاي اي سي 62561، يبقى اي اي سي 62561 والبريتش ستاندرد 50164 ده الكبر تيب. الكبر تيب بعد كده بنستخدم في حالة اللايتنينج سيستم بنستخدم الاير تيرمينال. بنستخدم الاير تيرمينال دي اللي بتبقى موجودة على سطح المنزل او على سطح المبنى في الروف، تمام، عشان تستقبل الصواعق، تمام، وتوصلها بالارض. طبعا عشان اثبت الاير تيرمينال يلزمني ان يكون عندي اير تيرمينال بيز اثبت عليها زي ما احنا شايفين. انا بثبت الاير تيرمينال بيز من خلال اربع مسامير. الاربع مسامير بثبت الاير تيرمينال بيز على الروف، تمام، عند اعلى سطح عندي، واروح موصل الاير تيرمينال على الاير تيرمينال بيز. يبقى انا كده كونت اهم جزئية خاصة بانظمة التقريض ومانعة الصواعق، ان انا بوصل الجسم ده، اوصل الاير تيرمينال من خلال بار انزل بيه تحت الى الرد الى الايرس بيت الموصل بيه الرد الموصل فيه الايرس بيت. بعد كده هيفضل عندي بعض المكونات اللي بتساعدني في عمليه التوصيل او الكونكشن زي الكابلر. الكابلر فيه منه مقاسات، ده مثلا كابلر 3 ارباع فيه منه مقاسات متوفره حسب الشركه المصنعه كتير، ده الكابلر. بعد كده في عندي الكلامبات، في عندي الجي تايب كلامب. الجي تايب كلامب بيتفك كده يا شباب، اهو جي تايب كلامب، وبربط من خلال هذا الكلامب الاجزاء اللي انا محتاجها. بعد كده في عندي وان هول كلامب، وان هول كلامب. في عندي السلك. السلك طبعا يا شباب بيبقى عباره عن قطعتين. القطعة اللي تحت دي بتتثبت الأول هنا بمسمار، بعد كده بشوف البار أو الجزئية اللي هتمر هنا هوصلها ككونكشن وأثبتها بالمسمارين التانيين. بعد كده في عندي الدي سي كليب، طبعا ده كله عبارة عن كونكشنز أو وصلات أنا بستخدمها في عملية ربط المكونات ببعضها يا شباب، بستخدمها في عملية ربط المكونات ببعضها. في عندي من أهم المكونات السكوير تيب كلامب، كلام خاص بالسكوير تيب. نفس القصة في عندي تثبيت من
الاسفل بيمر الجزئيه الخاصه بالبار، تمام؟ تمر الجزئيه الخاصه بالبار. بعد كده بربط الاربع مسامير على اساس ان انا اثبت الكونكشن بتاعي. يبقى كل المكونات دي بتستخدم ك كلامبنج او عمليه ربط وتوصيل. ده اللي هو السكوير تيب كلام. سكوير تيب كلام. في عندي اليو بولت، في منه مقاسات، ده مثلا يو بولت 3 ارباع. وبالتالي يبقى انا عرفت معظم المكونات الخاصه بنظام التقريض ونظام مناعه الصواعق. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية عمليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.